هنبدأ هنا شرح الاوجينيسيس. الاوجينيسيس طبعا السوماتوجينيسيس، فهو الميل سهل وبسيط، انما الفيميل معقدة. حتى في الاوجينيسيس فالموضوع معقد خالص، فانت واحدة كده واحدة واحدة معايا كده عشان تفهم. اول حاجة يعتبر هنا خلاصة الكلام، ان هو بيقول لك ان الامبريو الطفلة وهي جنين بيكون فيها حوالي 1 ل2 مليون برايمري اوسايت، بيكون فيها بويضات حتى وهي جنين. البويضات ديت بيستخدم منهم في حياتها كلها حوالي 500، طبعا الرقم يعني مش دقيق قوي. فترة الخصوبة في المرأة، الفترة اللي بتطلع تبدأ تطلع اوفر، يقعد يعمل يطلع اوفم، والاوفم يا اما تعمل منستريشن يا اما تعمل لها دورة يا اما تعمل لها حمل. حوالي بويضة بتطلع كل شهر. وفترة الخصوبة في الفيميل بيبقى حوالي 30 سنة، فانت 30 سنة وكل شهر بيطلع بويضة، فانت 30 في 12 حوالي 360، هو ده البويضات اللي بتطلع من الفيميل. هو قال لك هنا قربها لك وقال لك 500، ما علينا. يعني قال لك ان هو بعد كده ان الاوسايت ديت او البويضات ديت بعد كده بيبدأ يحصل لهم جزء شوية شوية كده، لغاية ما توصل لفترة اليأس او فترة المونوبوز، اللي هو خلاص بقى ما عادش بيحصل عندها دورة، عشان الاوجونيا ده او ان البويضات ديت بدأت تخلص، عددها بدأ يقل. وكمان حتى البويضات الموجودة فهي بويضات عجوزة ميتة مش بتستجيب لتأثير الهرمونات، ما فيش منها فايدة. ركز بقى معايا هنا في الخطوات بتاعة الأوجينيسيس. قبل ما نشرح الخطوات عايزك تعرف بس حاجة، ان في الميل وهو لسه طفل صغير لسه ما بلغش، المرحلة اللي بيكون عندها بيكون سبرماتوجونيوم او الام بتاعة السبرم، يعني مش موجودة في كامبل بس اعرفها، عشان هنا قالك ان الفيميل بتكون واقفة عند البرايمري اوسايت. فالميل واقف عند الام بتاع السبرم اللي هي سبرماتوجونيا، انما الفيميل اخدت خطوة كمان زيادة وراحت انقسمت لغاية ما وصلت للبرايمري اوسايت. تمام. انما في البلوغ بعد كده لما يحصل اثناء البلوغ بتاع الميل، الام بتاعة السبرم بتبدأ تنقسم عشان تديك باقي الخلايا بتاعة السبرم دي. هنا بقى في الميل في الفيميل قسم لك الانقسامات اثناء وهي موجوده في الرحم بتاعه مامتها، اثناء ما البنت الصغيره موجوده في الرحم بتاعه مامتها بتكون وصلت لانهي مرحله، قلنا ان هي بتكون وصلت للبرايمري اوسايت. طب ليه وصلت للمرحله ديت وما كملتش؟ قال لك عشان هي واقفه في اول خطوه من خطوات الميوسز. احنا قلنا الخطوات بتاعه الميوسز اول ميتوسز بي مات، هي واقفه في البي اللي هي البروفيز. بعد كده اثناء ما يبدا يحصل البلوغ والهرمونات بتاعتها تزيد تبدا تكمل الانقسام ده. احنا قلنا هيحصل البرايمري اوسايت هي اللي بيحصل لها ميوسز، يعني هنعمل لها اول حاجه ميوسز 1، فهي المفروض تديك سكندري اوسايت، بس الانقسام بتاعها مش عادل بتاع السيتوبلازم، هتدي الخليه جزء كبير من السيتوبلازم وخليه تانية تديها جزء صغير، الجزء الصغير ده فيرست بولار بادي، انما الجزء الكبير هيبقى السكندري اوسايت. السكندري اوسايت هو كمان بقى المفروض يكمل ميوسز 2، قال لك لا هيقف عند المرحلة التانية بتاعة الميوسز. يبقى انت عندك البرايمري اوسايت وقف عند المرحلة الأولى البي، السكندري اوسايت وقف عند المرحلة التانية من الميوسز اللي هي الام، انت عندك بي مات هو وقف عند الام اللي هي الميتافيز، وقف عند الام والانقسام ده مش هيكمل غير اثناء ما السبرم يخش الاوفا. يعني انت عندك الخلية ديت واقفة برضه في ايه في الميوسز 2. تخيل بقى انت الاوفم كده قاعدة، اول ما تحس ان السبرم دخلها هي الاوفم من نفسها بتكمل الميوسز 2 ديت، السكندري اوسايت بيتحول لاوفم بيتحول لبويضة، وخلاص بقى انت عندك اوفم وعندك سبرم، والسبرم رايح للاوفم اهو راسه دخلت، فهما الاتنين بيلتقوا ببعض بيحصل لهم فيرتلايزيشن، وبعد كده بيتكون الزايجوت، والزايجوت بعد كده بيتحول للجنين. طبعا احنا قلنا السكندري اوسايت بيديك اوفم اهي وبيديك بولار بادي التاني. هنراجع تاني على الدايجرام عشان لو في حاجة وقعت منك. يبقى انت عندك نواة البريموردال سيل بتديك سبرماتوجونيا، والسبرماتوجونيا بيديك برايمري سبرماتوسايت، والبرايمري سبرماتوسايت بيديك سكندري، والسكندري بيديك سبرماتيد. كل الخطوات ديت قلنا عليهم سبرماتوجينيسيس، انما السبرماتيد لما يتحول لسبرم تحول الشكل اسمه سبرمايوجينيسيس. وقلنا ان اي حاجه فوق البرايمري بيبقى انقسام ميوزي، انقسام ميتوزي قصدي، انقسام ميتوتيك، انما البرايمري سبرماتوسايت اول خليه بتنقسم ميوزي او ميوتيك ديفيجن. واول خليه اصلا عندك لو سالتك سؤال، اول خليه بتظهر عندك بتبقى الهيبلويد سيل بتبقى نون او ان، فهي السكندري سبرماتوسايت.
عشان في الميوسيس 1 قلنا ان هو بيحصل فيها ريدكشن لعدد الكروموسومات. بالنسبه بقى للاو جينيسيس، فاحنا قلنا ان انت والفيميل وهي صغيره وهي لسه في الرحم، فهي واقفه عند المرحله اللي هي واقفه عند البرايمري اوسايت. تمام، خليك بس عارف ان هي واقفه لغايه هنا. هنجيب المراحل الاو جينيسيس من الاول. انت عندك البريمولدر جيرم سيل بتتحول لاوجونيا، والاوجونيا بتتحول البرايمري، والبرايمري هو المفروض اللي احنا واقفين عنده في الامبريو. بعد في مرحله البلوغ بقى الهرمونات عند الفيميل بتبدا تزيد، فالبرايمري اوسايت هو واقف في ستيج واحد في الميوسز. هو المفروض يحصل له ميوسز، ميوسز 1 ويديك سكندري اوسايت ويديك فيرست بولر. تمام، بس هو واقف في اول مرحله في الميوسز 1 اللي هي البي اللي هي البرو فيز. فهو اثناء فتره البلوغ الهرمونات هتزيد، يبدا يكمل الميوسز 1 اللي كان واقف عنده عشان يديك سكندري اوسايت اللي اخد سيتوبلازم كتير، ويديك بولار بادي. البولار بادي اللي هو اللي اخد سيتوبلازم صغير قليل من الانقسام بتاع البرايمري اوسايت. برضه نفس الكلام، السكندري اوسايت مش المفروض ان هو يخش في ميوسيس 2، بس هيقف في الستيج 2 في ميوسيس 2. الستيج 2 اللي هي الام الميتافيز، ومش هيكمل الميوسيس 2 غير لما يحصل فيرتلايزيشن، او ان السبيرم يخش في السكندري اوسايت. اول ما السبيرم يخش السكندري اوسايت بتكمل السكند ميوسز، والسكندري اوسايت بتتحول لاوفم وتتحول للسكند بولار بادي. عندك هنا برضو الفيلست بولار بادي ممكن يعمل يخش في ميوسز 2 زيه زي السكندري اوسايت، ويديك 2 بولار بادي. وقلنا اي مصير للبولار بادي ان هو يموت، وممكن ما يخشش ويموت على طول. وفي الاخر قلنا ان البرايمري اوسايت واقف في اول فيز في الميوسز 1 اللي هي البي البروفيز، انما الاوسايت وقف في تاني فيز في الميوسيس 2 اللي هي الام الميتافيز. بعد كده قال لك الفيرتلايزيشن هو ان انت تحط ان على ان عشان يديك 2 ان. عمليه ان انت بتجمع الهيبلويد نيوكلياي اللي في السبيرم اللي كانت ان، تحطها على السكندري اوسايت اللي كانت ان برضو عشان يديك الاتنين ان يكون الزايجوت. او تعريف تاني اللي هو دخول السبيرم الهيد، السبرم بس الهيد اللي بتدخل، انها باقي الاجزاء كان عندك نيك وتيل مش بتخشوا، النيك والتيل مش بيخشوا في الاوفم، الهيد بس اللي بيخش في البويضه. واخر حاجه قال لك تعليق بسيط كده، قال لك على الاوفيوليشن، قال لك اثناء البيبرتي في هرمون بتفرز في جسمك اسمه الفوليكل ستيمولاتنج هرمون، الاف اس اتش، اسمه الهرمون المحفز للبويضات. ده فكرته باختصار ان هو بيجي على كذا كذا بويضات، ويقعد يكبرهم في الحجم، يمشيهم في كل الاستيجات ديت لغاية ما يوصلوا لستيج معينة ويبدأوا يخرجوا من الأوفري. عملية خروج الأوفم من الأوفري اسمها أوفيوليشن. فهو بيبدأ بكذا كذا بويضة ويخرج بويضة واحدة هي الإن، عشان لما السبرم يقابلها السبرم إن والسكندري أوسايت إن يعملوا فيرتلايزيشن. هو بقى ليه بيشتغل على كذا فوليكل وبيطلع فوليكل واحده؟ يعني هو بيكبر كذا فوليكل بس في الناتج بيطلع فوليكل واحده. ده عشان ان هو لما يحصل حمل الجنين يكون، يعني يكون عندك جنين واحد. يعني انت لو كبر 5 او 10 فوليكل وكلهم حصل لهم فيرتلايزيشن بالسبرم، هيبقى عندك 5 او 6 جنين. فهو بيخرج ايه، بويضه واحده في الشهر. بعد كده هتلاقي ان الجزء الاصفر ده خرج، وفي جزء لسه موجود في الاوفري. الجزء ده بيتجمع على بعضه كده ويبقى اسمه الكوربس لوتيم. الكوربس لوتيم او الجسم الاصفر ده بيفرز استروجين وبروجسترون، بس الاهم يعني ان هو بيفرز بروجسترون. البروجسترون بيروح يشتغل على الرحم، بيبدأ يزود في بطانة الرحم ويزود في افرازات الرحم، عشان لو حصل فيرتلايزيشن يحصل حمل، بيجهز الرحم لاستقبال الجنين. عاد عندك استروجين، فبيبدأ يحصل الدورة ويحصل بريدنج عند الفيميل، يحصل لها نزيف أثناء فترة الدورة. كل الاختلافات اللي احنا كنا سيبناهم من فوق قبل كده، الفرق بين السبرماتوجينيسيس والأوجينيسيس، قال لك إن السبرماتوجينيسيس ماشي على طول، الخطوات ماشية ورا بعض، مفيش خطوات بتقطع، على عكس الأوجينيسيس. احنا قلنا إن البرايمري أوسايت وقفت شوية في الميوسيس 1، والسكندري أوسايت وقفت شوية في الميوسيس 2. الناتج بتاع السبرماتوجينيسيس عندك أربعة جاميتس، عندك أربعة سبيرم،
انما الاوجنس بيطلع ايج واحده بس وبيطلع لك الباقي بولار بادي. وقلنا ليه؟ عشان السيتوكينسيس. السيتوكينسيس ده اللي هو الانقسام بتاع السيتوبلازم. احنا قلنا اي خلايا بتنقسم اول حاجه بتضاعف النواة، النواة بتنقسم، وبعد كده السيتوبلازم بينقسم. قلنا الانقسام من السيتوبلازم في الفيميل بيكون غريب عشان الانقسام مش بيكون عادل، مش كل خلايا بتنقسم بتاخد نفس الحصة من السيتوبلازم، في خلايا بتاخد سيتوبلازم كتير وفي خلايا بتاخد سيتوبلازم قليل. بعد كده قلنا ان عملية تصنيع السبرم في الميل من اول البلوغ لغاية بعد كده العملية دي شغالة. انما على عكس الفيميل اللي هي عملية تصنيع الجاميتس لها فترة محددة، فترة الخصوبة، بعد كده بتوصل لسن اليأس، أو سن اليأس اسمه المونوبوز، بعد كده معلش بتعرف تطلع جاميتس وبيقف عندها الدورة. آخر حاجة عندك إن الميتوتيك ديفيجن كلها بتخلص في الفيميل وهي أثناء ما هي موجودة في الرحم بتاعة مامتها. إحنا قلنا إن أثناء الرحم الفيميل بيكون واقفة لغاية البرايمري أوغوسايت، وقلنا أي مرحلة فوق البرايمري أوغوسايت كل الميتوتيك ديفيجن بتحصل، فهي بتكون واقفة عند البرايمري أوغوسايت وبالتالي بتكون مخلصة كل الميتوتيك ديفيجن. وأثناء فترة البلوغ وأثناء البيبرتي المفروض إن هي تبدأ يحصل لها ميوسيس بقى.